المعاون الصحي ابو استاذ علي، ضعف القانون ادى الى شنو؟ انه المعاون الطبي يمارس عمل هو غير عمله، عمل الدكتور. ويقوم يعطي وصفات وذلك اللي ويش. اول شيء من تجي تطبق القانون ما تطبقه بس على الطبقه الدنيا من الموظفين، صح، طبقه من الوزاره وانت نزولا. شوف وزاره الصحه من بعد السقوط ولحد هذه اللحظه ما قدمت شيء للمواطن. طيب بحيث صار الدكتور الطبيب يروح معدله 50-60 يروح الدولة خارجية جاب شهادته واجى مستوى العلمي ضعيف اضعف من المعاون الطبي. صح، مرات المعاون الطبي تكون عنده خبرة اكثر من الطبيب. عنده خبرة، عنده ياما ماتوا مواطنين تشخيص الدكتور ضعيف. لكن ابو احمد تعرف شنو قصدي؟ وحلقتي لي هذا اليوم حلقتي اطلاقا ليس لضرب المضمدين اطلاقا. لا احنا مريت انا جد المضمد. انا جدا يعني احنا جدا نشكرهم بدورنا، لان اكو بعض الاحياء الفقيره، بعض الاحياء الفقيره الناس يشتغل الناس يشتغل على الله وعليهم، الناس على الله وعليهم. هذا المنطقه النائيه البعيده عن المستشفى، هذا شلون راح تتعامل مع الحاله؟ لكن انا شنو اللي اقصد؟ شنو اللي اقصد؟ مثل ما انت تعرفه وانا اعرفه، انه اكو بعض المضمدين هو اللي يوصف الدواء من يمه. يوصف صح، هو هذا الخطا. وصارت حالات دواء. وصارت حالات وفاه بالجمله، اطفال، نساء، شباب، كبار بالسن. هو لو اكو متابعه ومراقبه. هو اللي اقصد به، اكو رقابه حقيقيه موجوده؟ لا ماكو رقابه حقيقيه.